اهلا وسهلا بكم. هبطنا اليوم للشارع التونسي وحبينا نعملوا تجربه مع المواطنين. تصور روح انت معلم دخلت لي في الشارع، دخلت لي في الشارع وانا نخدم ماكش بلعاني. تصور روحك انت كيكه وتصير مشكله في تورناج، الناس تدخل روحها والا لا؟ كيفاش كانت الحكايه؟ تبعون. شنو الفرق بين حدائق العوينه والعوينه؟ شنو الفرق بين حدائق قرطاج؟ ايش تعمل يا معلم؟ دخلي في الشاش بيك هيك، ايش دخلي في الشاش تعمل هيك؟ قاعد نصور يدخلي في الشاش هنا. كيما قلنا شنو الفرق بين حدائق قرطاج وقرطاج؟ السؤال هذا مش ايش تعمل يا معلم دخلي في الشاش؟ ايش نيه تو؟ ايش بيك دخلي في الشاش؟ يا عبيد ما قادي تمشي، ايش بيك دخلي في الشاش؟ أزمة الحليب في تونس، فما برشا عباد تحكي على الناس يا ودي معلم ايش بيك يا قاعد نصور. دخلت لي في الشارع ما شفتنيش تدخل لي في الشارع قاعد نصور. ايش بيك عملت لك داخل تدخل لي في الشارع؟ قولوا سامحني شوي ايش قاعد نصور فاش قاعد تعمل؟ انت دخلتي في الشان صور شنو مش بالعان شبيك يا اخي ما شفتنيش هنا قاعد نصور داخلي اش تعمل؟ دي بعد يا معلم انت شنو تو؟ انت شبيك يا ولدي دخلتي في الشان؟ انت دخلتي في الشان راك أزمة السكر في تونس. باش نسألوا الناس اليوم هبطنا لشارع الحبيب بورقيبة باش نسألوهم قداش يكونسو. ايش تعمل معلم دخلي في الشاط؟ ايش نية تو؟ دي قاعد نصور راه ايش نية ما ريتنيش. اهلا وسهلا بكم. نحكيو اليوم على قفة التونسي قبل شهر رمضان حسب رايكم، وهبطنا اليوم للشارع التونسي باش نسألوا الناس حسب رايهم قداش تتكلف. ايش تعمل معلم دخلي في الشاط؟ دي قاعد نصور راه قاعد نصور علاش دخلي في الشاط؟ ايش بك علي مش معاك معلم نحكي مع سيد دخلي في الشاط. هي باي دخل في الشاط ايه بعد يا معلم نخدم راه اش بيك يا اخي؟ دخل لي في الشنطه شنية؟ شنو باندي معناها انت؟ ما نخدمش معناها انا دخل لي انت في الشنطه او اش بيك يا معلم؟ خل نخدم يرحم بوك بعد لي خل نكمل نخدم. اذا كيما قلنا مع شيري نجم ما قلناش كمل نخدم ما تخدمش. اذا كيما قلنا هبطنا اليوم للشارع التونسي وباش هبطنا مرة أخرى للشارع التونسي باش نسألوا الناس على قفة المواطن عشان نجم كمل نخدم. أني مواطن شباب وعن عندي حسيت ياسر عليه السيدة شد اخدم في بلاصتي ها شد اخدم في بلاصتي اخدم في بلاصتي مش لازم نخدم. شباب قفة المواطن أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. معلية تونسي كيما يرضاش الظلم الخوه التونسي. برافو تصفيقة للتونسة الكل. سليم ديم بعمايله كالعادة كانت هذه الطريقة باش نوعيكم شوية ووريكم اللي كي تلقى الظلم ماذا بيك راك تتكلم ما تقعدش ساكت على الظلم اللي تلقى.